بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاركة خوتي، لاباس إن شاء الله تكونوا لاباس. اليوم بإذن الله راح نشوفوا كيفية تنظيف سخان ماء جنكار أونزلات. خوتي طريقة سهلة وبسيطة، تبع الفيديو كمل الفيديو حتى الآخر باش تعود بريكولي في الدار تاعك وما تجيبش خدام يخدم لك ولا يديبوشي لك الشوبان تاعك. أول حاجة واش نديرو، نحيو الغطاء هذا اللي راكم تشوفوا، كاين زوز، كاين برغيان، برغي على اليمين وبرغي على اليسار. نحيوهم ولا نديفيسيوهم بالطورنيفيس امريكا. ومن بعد نحكموا الغطاء تاعنا، نجبدوه لينا احنا شويه ومن بعد نطلعوه لفوق. طريقه سهله خاوتي، نحيوه، نحيو الغطاء تاعنا بالطريقه هذه. ومن بعد واش نديرو، نجيو للريبوني داري، هذه الريبوني تاع الغاز نقفلوها. ومن بعد نروحوا للدخله تاع الماء تاعنا، كاين دخله وكاين الخرجه، لارونتي وسورتي تاع الماء تاعنا وين يدخل الماء للشبه. وكاين هذه الدخله تاع الماء وين يدخل الماء للشبه تاعنا، ولو الثانيه وين يخرج الماء السخون. تسمى يدخل الماء بارد، يدور في السيربونتا، يسخن الماء، ومن بعد يعاود يخرج الماء سخون ويروح للصلاصين تاعنا. درك كي تعود السيربونتا مبوشه ما يفوتش الماء وماش راح يسخن، ما يسخنكش الماء، تبقى غير النار تاع الشمعه شاعله. واش نديرو، نجيبو كليمونات نحيو دي بي سي، وهذو هما الكلي ولا ليكرو، انا نديفيسيوهم بطريقه هذه. هنا نحاولوا غير بالعقل، برك اخوتي بالعقل، على خاطر يكون شوبا عنده بزاف ما تحلش راح يسرى كشغل كيما نقولوا حنا يتغريبا، لازم غير بالعقل باش ما نكسروش الكروت تاعنا. نفتحوهم بالطريقه هذه، نفتحوا الدخله تاع وين جاي يجي الماء، انبوب اللي يدخل الماء، ونشوف كيف زيد نفتحو الانبوب اللي يخرج الماء. وعندنا ثاني الانبوب اللي يوصل الغاز للسخان الماء تاعنا. هذوما كاين ثلاثه حوايج لازم نحيوهم. عندنا ثاني كيف الشميني اللي فوق، هذاك الشميني اللي فوق لازم كيف نحيوه من السخان تاعنا. بعد ما فتحنا كما قلنا دخله تاع الماء، الانبوب اللي يدخل الماء والانبوب اللي يخرج الماء الساخن، نجيو هنا للانبوب هذا. الانبوب هذا خاص بالغاز خوتي، هذا الانبوب خاص بالغاز. كيف نحيوه بالطريقه هذه ولا نفتحوه بالطريقه هذه، طريقه سهله. كليمونات قادر انت في دارك تبريكولي، قادر انت ديبوشي ولا تسرح السخان الماء تاعك بلا ما تديه الخدام ويطلب عليك صوارد. تعود انت في دارك تبريكولي كي تشوف الفيديو هذا مليح وتتعلم الفيديو هذا وتشوف الفيديو هذا تعلم منه، بربي ان شاء الله تعود في دارك تسرح السخان تاعك. طريقة سهلة خوتي، تبع برك الفيديو وبربي ان شاء الله راح تستفاد. خوتي قبل ما نكمل الفيديو، ماذا بكم ديرونا اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد، وديروا لنا جيم، واللي عنده اي كومونتير، عنده اي سؤال او استفسار يخلينا في الكومنتار وباذن الله راح نجاوبوه عليه. عندنا هذوما البراغي هذوم ولا ليفيس هذوم، نفتحوهم. كاين البرغيان، هذوما البرغيان هذوما الزوج تاع خاصه بالشميني، هذوما تحب ما تفتحهمش كيما نقولوا حنا، كي تحب تفتحهم ولا تنحيهم راح تنحي شوبا كامل، راح كيما نقولوا حنا ديمونتي شوبا كامل. حنا نسحقوا نحو هذا وسموه الميكانيزم، نحو الميكانيزم ومن بعد نحيو السيربونتا هذه اللي باللون الاصفر، هذه النحاسيه، هذه هي السيربونتا تاعنا ولا الشاهدة ولا الرادياتير، كل واحد وكيفاه يسمها. هذه يا خوتي عيطولها الشاهدة ولا السيربونتا. نفتحها بالطريقة هذه، ننزلها لفوق ونحيوها.
لازم الشبه تاعنا خاوتي ولا سخان الماء لازم ديمونطيوه نحيو سيربونطا وحدها. وعلاه؟ كاين الناس يديبوشي شبه وما ما ديمونطيهوش، ما ينحيش الميكانيزم، وبعد كيصب ليكسبريتسير ولا روح الملح راح يصرالو كيصب ليكسبريتسير يصب على يسيحلو على الميكانيزم، ومن بعد كي يسيحلو على الميكانيزم راح يفسدوا له الشمعات هذوك، ومع الوقت راح كما تعرفوا الاكسبريتسير ولا روح الملح راح ياكل الحديد ومن بعد يفسد له شبه يعود ما يشعلش. قلنا خاوتي نحيو السيربونطا، نجيبو حاجه هكا قصعه ولا كما كاينه حاجه نعمرها بالماء، ونجيبو السيربونطا تاعنا ونحطها في وسط الماء. وعلاه نحطو الماء؟ على خاطر كي نديرو الاكسبريتسير كي نصبوه في السيربونطا باش القطره اللي تسيح في الاكسبريتسير ما تسيحش على السيربونطا وترشي لنا السيربونطا، راح يسيح في ديريكت في الماء وراح يتحلل في الماء وما يصرا والو للسيربونطا. ما العلم خاوتي كاين اللي يسرح ديريكت يصب الاكسبريتسير يصبه في السيربونطا ديريكت، لا هذه طريقة راهي غلطة خاوتي. لازم نجيبو تيو ونصبو ليكسبريتسير الفوق باش يكون الضغط في السيربونطا، كي تصب الاخر ليكسبريتسير تاعك ولا روح الملح شغل يكون الضغط ويهبط ديريكت في السيربونطا وديبوشي. شوفوا خاوتي كيفاه الكمية الاوساخ اللي كانت في السيربونطا ولا في الشهادة تاعنا، شوفوا كيفاه يخرج، شوفوا الوسخ اللي فيه هنا راهو بدا يسرح، راهو قاعد يخدم الداخل، يخدم في الرادياتير قاعد يخدم، وراهو قاعد ينقي في الكالكال اللي راه الداخل. شوفوا خوتي كيفاه. كي نكملوا العمليه هذه خوتي من بعد نصبوا الماء عادي باش ينظف لنا الاكسبريتسير، لازم نخليوش الاكسبريتسير هذاك الداخل في الاخر يرشينا الشهاده تاعنا. كما راكم تشوفوا خاوتي هنا رانا فتحنا العين، ها كما راكم تشوفوا، شوفوا كميه النار اللي شاعله، الله يبارك، راهو سخن ما شاء الله، كي تحط يدك ربي يبارك تشعل. المهم خاوتي هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله ما تنسوناش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واللي عنده اي استفسار او سؤال يخليه هنا في الكومنتار، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.